يلا هم يا جمال، يلا. لا كلها كلها والله، بتاع دمي بتاع دمي. ايوه برافو. يلا القطر بيخش فين؟ في المحطه. حتى 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 لسه زعلان مني؟ يلا معايا الدواء لما تبلع. لما تبلع يلا. وجايب لك بقى الخيار ده كله. هو خيار بس مش للاكل، ده هنقطعه طرنشات ونحطه على عينينا عشان الهالات السوداء. الغدا يا نجاة. مين نجاة؟ اختي. اوكي. حمرت لك الفراخ وعملت لك شويه شوربه، انما ايه، هترم عظمك. عظمك غالي علينا قوي. متشكر يا انسه نجاة. انسه؟ ده عينيك اللي حلوه. سمعتوا؟ لا لسه انا جت امك بتتشقط. ما انا بقول انا وانت هنطلع نريح بره شويه ونسيبهم لوحدهم. بقول لكم ايه يا ولاد، انا قاعده بره بتفرج على التلفزيون، لو احتجت لو احتجتوا حاجه نادي عليا. قول لي يا نوجا. يا نوجا. لطيفه قوي نوجا. انت اخو نوجا؟ اه انا اخو نوجا. وانت ابن نوجا؟ بعد اللي قالته ده ما اعرفهاش خالص. كان في ولدين منتحلين صفة ضباط، واعتقد كان معاهم بنت. الولدين دول نجحوا ان هم يفصلوا كل كاميرات المراقبة عن المنطقة. ما قلتلناش اسمك ايه؟ دياجو. دياجو ميسي، سائح ارجنتيني. ايه ده؟ تقريب ميسي؟ يعتبر قريبنا لان هو واخد بنت اختي. واخد مين؟ بنت اخته. بنت انت هتقرع علينا يا عم ولا ايه؟ انت بتتكلم مصري احسن مننا اصلا. اه انت بتتكلم عشان انا اصلي من فتره كبيره كنت بشتغل في السفاره الارجنتينيه، وكنت عايش هنا في مصر وبتعامل مع مصريين كتير، فعشان كده بتكلم مصري كويس. طالما طلعت قريب ميسي السيلفي اللذيذ بقى. لا لو سمحت لو سمحت، انا ما بحبش تصوير. لا مفيش حاجه، بس سمحت ما بحبش اتفضله بقى. نهارك ابيض عليا النعمه هي ورحمه امي هي. حماده وليد حمادة. أيوة يا ماما. تعالوا عايزاكم. للأسف الشديد هذا المواطن يصور إيه؟ اخس دي. اخس ماركوس زي ما بالنسبة للإريالين اللي ركبتهم لنا جوه عند الراجل. كل دول العالم. حمادة هسألك سؤال وتجاوبه بصراحة. عشان كده أنا بناشد حضراتكم. بتاعتك دي ولا مش بتاعتك؟ بتناشد السادة المواطنين. أي حد من حضراتكم يقدر يتعرف على صاحب التصويرة دي أرجوكم بلغوا الشرطه فورا. لا طبعا مش بتاعتي. انتوا يا جماعه مالكوا شغلين نفسكم بالتوته بتاعتي ليه؟ ده تلاقيه توارد توتات. لا هو انا هتوع عنها، ده انا اطلعها من مليون واحده، ده انا عارفاها من وهي قد كده. وهي عمرك هتقد كده؟ ادي اخر تنشيط الخلفيه. الولدين دول حتى اللحظه دي هم الوحيد. اهلا اهلا استاذ كمال ابو رايق. ايوه مع حضرتك. اي حد